الجليل قدره، المجيد ذكره، والله أكبر النافذ أمره، والدائم إحسانه وجره، والحمد لله الواجب حمده وشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو العلي الأعلى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وله الأسماء الحسنى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي الهدى ونذير الورى، ذو السيرة الطاهرة والأخلاق الآسرة والمعجزات الباهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أزكى الناس أخلاقًا وأوسعهم حلما وأقربهم رحمة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا جما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، الإسلام بمنهجه العدل ونهجه القويم الرحيم قد ضبط خطام جرح النفس للمزاح ومرح بضبط يحقق من المصالح أرجاها ويمنع من المفاسد أدناها وأعلاها، فشرع من المزاح والمرح ما كان سالما من المساوئ والعيوب. يقول النووي رحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه صاحبه، فإنه يورث قسوة القلب ويغفل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. ومما نبه إليه الغزالي رحمه الله قوله: من الغلط العظيم أن يتخذ المزح حرفة، لأن الجد هو صفة المؤمن العاقل، وما المزاح إلا فسحة لاستمرار النفس في أداء واجبها ومسؤوليتها. ويقول سعيد بن عاص في وصيته لابنه: يا بني اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء، والاقتصاد بالكلية يبغض إليك أصحابك ومنسيك، وليكن بمقدار ما يحصل لهم به من الأنس بك من غير إفراط. ومن هنا يا عباد الله، فإن المزاح المباح ما خلا من سب الدين أو الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب والغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين، واتخاذه عادة يداوم عليها أو يكون في ترويع المسلم أو إخافته وظهور الشحناء والبغضاء وإيقاد نيران الفتن، مما يذهب الهيبة ويقطع الرحمة ويهدم الصداقات ويورث حقد القلوب. كما ينبغي أن يراعي المازح الأحوال وطبائع النفوس وأمزيتها، فما كل واحد يرتضي المزح ويقبله، كما ينبغي مراعاة مقامات الناس ومنازلها. الله أكبر، إيمانا بكماله وعظمته، الله أكبر، تسليما لحكمته ومشيئته، وطمعا في كرمه وجنته. أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أن العيد مناسبة كريمة لجلب السرور وتصافي القلوب وإسعاد النفوس، مناسبة لغسل أدران الحقد والحسد وإزالة أسباب العداوة والبغضاء. إدخال السرور شيء هين، تسر أخاك بكلمة أو ابتسامة أو ما تيسر من عطاء أو هدية، تسره بإجابة دعوة أو زيارة. أين هذا ممن قل نصيبه وغلو طبعه، ممن هو كثير الثياب قليل الثواب، كاسي البدن عاري القلب، ممتلئ الجيب خالي الصحيفة، مذكور في الأرض مهجور في السماء يا عياذا بالله. فافرحوا وامرحوا وادخلوا فرحا على كل من حولكم، فالفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. التمسوا بهجة العيد في رضا ربكم والإقلاع عن ذنبكم والازدياد من صالح أعمالكم. بهجة العيد في رضا الوالدين وحب الأخوة وصلة الرحم وإطعام المسكين وكسوة العاري وتأمين الخائف ورفع المظلمة وكفالة اليتيم ومساعدة المريض. فهنأوا رحمكم الله بعيدكم، والزموا حدود ربكم، وصوموا عن المحارم طول دهركم، واعلموا أن من مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد على الطاعة وإتباع الحسنات الحسنة. وقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتبعوا رمضان بست من شوال، فمن فعل ذلك فكأنما صام الدهر كله.
تقبل الله منا ومنكم وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أكبر، أنشأ وبرى، والله أكبر، أبدع كل شيء وذرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر، ما أنعم ربنا من الفضل والخيرات، والله أكبر، ما أفاض إلى الآلاء والبركات. هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهدى والنعمة المسدى نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واليوم هو يوم